كيسي يتعرض للإصابة ويضع تشافي في مأزق. أكد نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني الأربعاء إصابة لاعب وسط الإيفواري فران كيسي بعد إصابة زميله الدنماركي أندرياس كريستينيس، لترتفع حصيلة غيابات الفريق الكتالوني إلى 7 لاعبين قبل مباريات حاسمة. وأكد برشلونة في بيان أن كيسي الذي دخل بديلا أمام إنتر في سان سيرو يعاني من شد عضلي في الفخذ، ومع غياب الثنائي الهولندي فرينكي دي يونغ ومونفيس دي باي حاليا أيضا بسبب إصابة في الفخذ وأوتار الركبة، يزداد الوضع سوءا بالنسبة لبرشلونة وسط الملعب والهجوم. ويزور انتر ملعب سبوتيفاي كامب نو الأربعاء المقبل في الجولة الرابعة في مباراة حاسمة لأمال برشلونة في التأهل في ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة قبل الكلاسيكو. وتعرض كريستينيس لإصابة في الكاحل في المباراة التي خسرها برشلونة أمام انتر الإيطالي 1-0 الثلاثاء في الجولة الثالثة في من مسابقات دوري أبطال أوروبا، وهناك شكوك حيال مشاركته في بعض المباريات بين الكلاسيكو ضد شريكه في الصدارة غريمه التقليدي ريال مدريد حامل اللقب في 16 أكتوبر الحالي على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد في المرحلة التاسعة من لا ليغا. وكان النادي الكتالوني يعاني قبل مواجهة انتر ميلان من غياب المدافعين الأوروغواياني رولاندو أرواخو والفرنسي جول كوندي وهكتور بيليرين بسبب الإصابة.